والآن نتحول إلى أهم أنباء الاقتصاد في نشرة السادسة. وفاطمة خليل، أهلا بك فاطمة. أهلا بك سحناهي، أهلا بك ريهام الديب، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انتشار مرض الحمى القلعية بين الماشية في مصر نتيجة غياب حملات التحصين لحمايتها، وتواصل المركز مع وزارة الزراعة التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لانتشار مرض الحمى القلعية بين الماشية في مصر نتيجة غياب حملات التحصين لحمايتها، وشددت على توفير كافة التطعيمات والتحصينات الوقائية لرؤوس الماشية بشكل دوري ضد أي أمراض وبائية، مشيرة إلى أنه تم إطلاق الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلعية وحمى الوادي المتصدع منذ 19 من نوفمبر 2022 بجميع محافظات الجمهورية. تحتل مصر مرتبة متقدمة في مجال إنتاج زيتون المائدة، وتعد من أكبر الدول المصدرة له، ونظراً لمميزات الزيتون المصري عالمياً، انطلقت فعاليات المهرجان المصري للزيتون بحديقة الأرمان النباتية. نظراً لما تتمتع به مصر من مزايا في عالم الزيتون، خاصة وأنها تتصدر المراكز الأولى في إنتاج زيتون المائدة وأكثر الدول المصدرة له، انطلقت فعاليات المهرجان المصري للزيتون بحديقة الأرمان النباتية تحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ليصل زيتون المائدة المصري إلى جميع دول العالم، وهو الشعار الذي رفعه المهرجان من مصر لكل الدنيا. مصر من كبرى الدول المنتجة للزيتون وأكبر دولة مصدرة لزيتون المائدة، وإحنا في مصر دايما في كل القطاعات الضخمة اللي زي دي بيبقى ناقصنا حتة التسويق والترويج، ويمكن كل دول العالم اللي عندها إنتاج من الزيتون والتصنيع بيبقى عندها مهرجان وأكتر من مهرجان. تونس عندهم 14 مهرجان للزيتون، إحنا في مصر كان عندنا مهرجان السنة اللي فاتت في محافظة مطروح، وقبلها بفترة كان في مهرجان في محافظة تانية، الحمد لله دلوقتي بقى عندنا أول مهرجان بيجمع كل المحافظات في مكان واحد في القاهرة العاصمة، وبنقول للعالم كله إن مصر قادرة إن هي تنتج زي ما بتنتج زيتون المائدة، تنتج الزيت وبأعلى جودة ونصدره لكل العالم. المهرجان يستهدف تطوير وتغيير مجموعة من الثقافات السائدة في عالم الزيتون، وإلقاء الضوء على الصادرات المصرية ونهجها، وكيف يمكن لهذه الصادرات أن تتطور لتحقق عائدا كبيرا. مهرجان لأول مرة يقام، مهرجان زيت زيتون، لكن في إقبال الحمد لله، معمول له دعاية كويس جدا. في ناس كتير قوي كانت عايزة تشتري زيت زيتون من أماكن موثوقة، بس يعني محتاجة أنها تتكلم معاه الأول أو تعرف إيه طريقة العصر أو معصور إزاي، أو تاخد فيدباك أصلا عن الزيت، لأنه هو في مصر برضو ما كانش، مش دي الثقافة بتاعت الناس، يعني أنه يشتري زيت زيتون على طول، لكن بدأت الثقافة تتغير بقالنا سنين. يعني بيتم عصر طبعا الزيتون المطروحي وعصر أول على البارد، بحيث أنه يدي أفضل نتيجة في الأكل وفي الفايدة الصحية. طبعا عندنا كمان منتجات تانية زي منتجات الزيتون المطروحي برضو باختلاف أنواعه، عندنا عسل النحل وأنواع مثلا من الصابون المتصنع من المواد الطبيعية الأساسية زي عسل وزبدة شيا والحاجات زي كده. طبعا دي كلها يعني تأثير جميل جدا بالنسبة للمعرض، انه يدينا تحميس وتحفيز ان احنا نحاول نبرز الجودة بتاعتنا. احنا جايين نشارك في المهرجان المصري للزيتون، وعندنا رغبة كبيرة ورسالة ان احنا جايين نقدمها للناس كلها عن منتجاتنا وعن جودة المنتج المصري اللي موجود، وعاوزين نعلم اي حد موجود احنا هبنزرع ازاي، وعندنا احدث حاجة موجودة مكنة حصاد الزيتون، وزرعين زراعات زيتون عالية الكثافة اللي هي 1.5 × 4 و2.5 × 5.5، وزيتنا كله اكسترا فيرجن بفضل الله لان عندنا مصنع موجود. يشمل المهرجان الى جوار معرض التسويق التجاري للمنتجات عدة فعاليات علمية، منها محاضرات لكبار علماء زراعة وصناعة الزيتون، وفعاليات اخرى ثقافية وترفيهية تستهدف تغيير انماط استهلاك الزيتون. في أسواق المعادن النفيسة تراجعت أسعار الذهب إلى 1783 دولارا للأوقية، محليا سجل عيار 18 نحو 1371 جنيه، بالنسبة لعيار 21 وصل سعره إلى 1600 جنيه وهو الأكثر مبيعا، في حين سجل عيار الذهب
24 سجل نحو 1829 جنيه. بالنسبة لسعر الجنيه الذهب وصل سعره إلى 12800 جنيه. في أسواق البترول العالمية تراجعت العقود الآجلة للنفط مع ترقب اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها أوبك بلس وفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على الخام الروسي. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.5% من 100 لتبلغ نحو 85 دولار و57 سنت للبرميل. تم تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.5% إلى 79 دولار و98 سنت، وتراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.61% لتصل إلى 3 دولارات و17 سنت للتر. كذلك تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 6.78% لتسجل نحو 6 دولارات و28 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. خفضت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للجدارة الائتمانية لفرنسا إلى سلبية بدلا من مستقرة. وخفضت الوكالة أيضا توقعات النمو الاقتصادي في فرنسا في عام 2023 إلى 2.2% بدلا من 1.7%. وجاء خفض النظرة المستقبلية نتيجة الضغط المتزايد على المالية العامة للدولة بسبب تباطؤ الاقتصاد وإجراء الحكومة الفرنسية لتخفيف تأثير زيادة التضخم في أسعار الطاقة عن كاهل الأسر والشركات. تراجعت أسعار الغذاء العالمية في شهر نوفمبر الماضي للشهر الثامن على التوالي في مؤشر على بدء تراجع الضغوط التضخمية. وأفادت وكالة بلومبرج أن مؤشر الأمم المتحدة لأسعار الغذاء انخفض بنسبة 1% في نوفمبر الماضي إلى أدنى معدلاته منذ يناير، مشيرة إلى أن تجديد اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا أدى إلى انخفاض أسعار القمح والذرة في الوقت الذي تؤدي فيه المخاوف من حدوث ركود عالمي إلى الحد من الطلب على الغذاء. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لسحر وريهام لاستكمال ما تبقى من السادسة. شكرا فاطمة.